حطي القرفة على معجون السنان قبل العيد، ده كنز ومعجزة هتحقق حلمك وحلمك في ثواني. صلوا على رسول الله، شاركوا الفيديو على قد ما تقدروا علشان الكل يستفاد. ولو أول مرة تشوفوني، أنا مامة سولة إسراء فتح سكتشن. أول حاجة كده بنجيب قطعة صغيرة من معجون السنان وبنعصر عليها نص ليمونة، وهنفضل بقى كده نخلط معجون الأسنان مع الليمون بالشكل ده، ندوبهم سوا. بعد كده علشان يدوب معانا بكل سهولة، بنضيف نص معلقة كبيرة من الكربوناتو. هنخلط الكربوناتو مع معجون الأسنان وكمان الليمون لمدة دقيقتين. بعد كده هنبدأ ان احنا نضيف ليهم ربع معلقة من القرفة المطحونة. ما تنسوش تصلوا على رسول الله وتشاركوا الفيديو وتكتبوا لي في الكومنتات بتتابعوني منين. بعد كده ضفت ربع معلقة من الزنجبيل الباودر، وهخلط كل المكونات دي كويس جدا لحد ما تكون معانا كريم. بنبدأ ان احنا نفرده على بطننا، بنستخدمه مرتين اسبوعيا او 3 مرات على حسب الاستخدام. بتفردوه وبتفرده وبتفرديه على بطنك تماما، وندلكه في حركات دائرية لمدة 3 دقايق. بعد كده بنلف بطننا بستريتش بقدر المستطاع، يعني هتسيب الكريم ده وتلف الاستريتش على بطنك لمدة ربع ساعة، اغسليها هتنسفلك الدهون وتخلي بطنك مسطحة.